بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في محاضرة تصميم مقدمة لنشرة أخبار. هي ما ترقاش لمقدمة، لكن ممكن نقول إنها بريكنج نيوز لنشرة أخبار اسمها 7 داي نيوز على أنهي تلفزيون أنا مش عارف بالظبط، لكن أنا شفت الفيديو على يوتيوب بصراحة وعجبني، وقلت إن احنا نشرحه ونتكلم فيه شوية. مقدمة الدرس انا كنت طلعتها من يومين او ثلاثة، والدرس ده معتمد بصفة اساسية على شغل الموجراف. الموجراف او الداينامكس اللي ما يعرفهمش او اللي ما يعرفش السينما فوردية او المرة بيتعامل مع السينما فوردية، من اعقد الحاجات اللي موجودة في السينما فوردية واقوى الحاجات اللي موجودة على مستوى برامج الجرافيكس عامة بدون منازع. يعني عندنا مثلا الماكس، عندنا المايا، عندنا بلندر، عندنا حاجات كتيرة جدا، لكن يبقى برنامج سينما 4D هو البرنامج الاول لاستخدامات الموشن جرافيكس في عالميا بشهادة الناس كلها. اللي بيميز السينما 4D عن اي برنامج تاني هو الموديول بتاع الموجراف اللي موجود هنا ده، تمام، والموديولز كلها بتاعت الداينامكس بتاعته. يعني دايناميك وموجراف وهير، التلاتة دول خلاص من الحاجات المميزة جدا 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 لسينما 4D. هما والاكسبريسو اللي ان شاء الله باذن الله هيبقى فيه كورس قريب، هيبقى ان شاء الله في اكاديمية بروفيجن وفي مركز ومقر طريق الجرافيك بالقاهرة، وهينزل برضو ان شاء الله على شبكة فنون التعليمية. الموجراف انا كنت تناولته قبل كده في كورس، والكورس ده نزل هنا على الجروب عندنا على الفيسبوك على جروب بروفيجن، ونزل على المركز التعليمي في طريق الجرافيكس، وطبعا في ديمو للكورس وفي بعض الحاجات. طبعا اللي يشوف الصور يقول ده صور مبدأ، لا، الصور دي استغلالها او الكلام اللي احنا اتكلمناه عليها يخليك تعمل حاجات كتيرة جدا جدا جدا. بمعنى هدي مثال بسيط جدا جدا للناس اللي بتحب شغل الاكشن. لو قلنا مثلا صاروخ خبط في بيت، وهديكم مثال من فيلم ترانسفورمرز في التريلر بتاعه، في اوله في شهاب نازل في السماء من السماء وبيخبط في تقريبا حاجة عاملة زي ساعة بيج بن كده، يعني مبنى كده خلاص، وطبعا بيحطمه. نفس قصة الصورة دي ونفس الصورة دي ونفس الصورة دي. اذا مش شرط ان انا عشان اشرح لك مبدا ان انا اجيب لك بيت ونقعد نعمل الموديلنج بتاعته عشان في الاخر اقول لك بيتكسر ازاي، تمام. المبدا واحد، الغرض بيختلف، وظفه زي ما انت عايز. هو ده الكلام اللي اتطبق على كورس الموجراف. الكورس عايز تحضره يا اما تحضره اونلاين يا اما تشتريه على ديفيديهات. طبعا معاه الديفيديهات بتاع الاستاذ مصطفى مكرم اللي هي تصميم الجامع. الكورس على فكره ثمنه قليل جدا جدا جدا. اسيبكم بقى تتفرجوا على التفاصيل يا اما في مركز طريق الجرافيكس التعليمي يا اما في شبكه فنون، تمام. وفي محاضره مجانيه من الكورس، يعني من محاضرات الكورس، المحاضره رقم 16 اللي هي موجوده في اول صفحه، تقدروا تتفرجوا عليها يا اما مباشرة من عندنا من موقع بروفيجن، ولو من عندنا يبقى ان شاء الله الاتصال على الارقام دي او المراسلة على الايميل ده. لو طبعا من طريق الجرافيكس كل البيانات الخاصة بالتحويل والدفع والكلام ده كله موجودة. مش عايز اتكلم كتير عن الكورس، خلونا نخش في التدريب بتاعنا. انا قلت ان انا هتكلم على الموجراف في التدريب ده، لكن قبل ما اتكلم على الموجراف تعالوا نشوفوا اصلا الجسم او الحلقتين دول معمولين ازاي. طبعا انا مش بصدد شرح مبادئ موديلنج، مش بصدد ان اتكلم على موديلنج اصلا، لكن انا هتكلم على ازاي نعمل الشكل ده وبعد كده ازاي ان احنا نحرك. تعالوا الاول نبدأ. الشكل ده عبارة عن دايرة،